بيكم تصفون الشارع. اعطونا مواقف. المواقف 38 سنه في التعليم اعطونا. ابو ابو عبد الله ما يخلو من طالب من طلابك ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. فعلا في البدايه ونحن في قناه بدايه الله يسعد الجميع. اللهم امين. حضورا ومشاهدين. اللهم امين. وهذا البرنامج برنامج وفاء. الوفاء له عدة تفاسير، هو تسديد أو إعطاء الحقوق، والبني آدم له حق على جاره وعلى والدينه وعلى أبنائه وعلى أخوه المسلم. لا. هذه له حقوق وعليه حقوق، شايف؟ فالوفاء إذا حصل الجزاء في الدنيا فهي الجزاء من جنس العمل. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات اللي يبذل جهد وهو يرجيه من رب العالمين، يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها. الله. وفي حديث يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله. فمن باب الوفاء سوف أتحدث لكم بقصة واقعية على شايب كان في أحد هجرنا وعنده جلسة عقب المغرب، وهو يحب الخير، يحب الخير دائما يحب الخير ويحب يعاون ويحرص على حاجتين، على المتزوجين يعينهم أو يسلفهم، وعلى اللي يبني بيت وكذا. يفزع. تسلم يا ابو. طعن في السن وقعد على الفراش وهو ذاكرته جيدة. ففي شايب من الشيبان اللي كانوا يجلسون معه بعد المغرب جاء وطق الباب ما لقى الا ابن اخيها، قالوا تقهوا اقلط تقهوا. قال لا انا بس بزور ابو فلان. قالوا ابو فلان في القسم الثاني. قال روح وافتحوا الباب ابزوره لو انه في اقصى البيت. الله اكبر. شوف الوفاء. فافتحوا له وجلس عند الشايب الثاني وسولف معه وونسه. وعقب ما راح توفى الشايب هذا، واحد من ابناء الشايب هذا، الشايب اللي زار هذا حصل له مثل الوعكه، وجاء ابن الشايب المتوفي نشد ولده قال والله يسأل عنكم، لانه هو فعلا. فجاء وقال داخل البيت، قال بروح له. قال ابشر حياك الله. والله هنا قال ابشر. يقول ولده دخلوا عليه لما شافه هو صح انه مقعد لكن ذاكرته جيده. قال الله يبيض وجهك يا ابن فلان، الله يبيض وجهك، والله يرحم ابوك، والله يسدد خطاك. وفعلا رديت السلف. يقول كذا فعلا رديت السلف. شف في الدنيا رديت السلف. هذا كان قال ابيات يعني بما تثبت القصه. قال ارد السلف وادعي الراعيه بالاحسان وقول الله يوسع منازلك في الجنه. وسلف بلا منه ونمهت من طربان وعسى الله يرد السلف لي بلا منه. الله. واحب السلف في شايتين وانا فرحان. غلام تزوج ودع من لي بنى عنه. وعسى الله يقدرني عليهن وانا ابن حصان ترعرع وهو حرص على الفرض والسنه. وعسى جنه الفردوس تفرش لبن قبلان وتجمع به اللي تابع النهج وفنه. هذه من الصور الوفاء. هذه من ضمن الصور للوفاء. والبر. والبر بالوالدين. بر على ما قال فبوح. يعني صلت على ما قال بصلت. نعم. والاخوان سبقونا بالكلام. من ضمن المواقف اللي في الدراسه احنا دخلنا مرحله معهد المعلمين. هؤلاء كلهم في البدايه، هؤلاء كلهم من فرسان ميدان التربيه والتعليم، من غير قصور في الزملاء اللي ما حضروا وبقيه النهج. ترى لو المجال يسمح حضرنا السبعة الواحد وثلاثين مهنة. جزاكم خير. والله بس المجال ما يسمح، لكن قلنا يكفي من القلادة ما حاط بالعنق، وانتم ما شاء الله عليكم. الله يجزاكم خير فعلا. وحنا والله ان ودنا اللي يسمع واللي شاهد انه يستفيد من الشيء اللي فيه خير ويتجاهل الشيء. احنا كلنا ما احنا معصومين من الخطأ. فذكر المواقف والامور هذه يستفيد منها الصغير والكبير ويعتبر البخيت. وفي مثل يقول البخيت من اعتبر بغيره. فرص الخروج للناس وفي برامج وإعطاء الأشياء المفيدة تراها فرص،
بكره انا مذيع، اليوم انا مذيع، بكره انا ماني موجود، يجي غيري وافضل مني، وانا متاكد من يجي في المكان ذا يتميز. ما تدوم انتم موجودين الان، هذه فرصه. انا اقول لا تخلون شيء، انا احفزكم رسائل كل شيء، كل شيء رسائل مؤثره. هنا من ضمن المواقف احنا كنا في سجلنا في معهد المعلمين، وكان وقت معهد المعلمين التسجيل فيه صعب، ولابد كفيل اقبال عليه، وعليه اقبال، ولابد كفيل فيه مكافأة، فيه مكافأة مالية من الدولة. وكان مدير المعهد من أبناء المحافظة، وكان حرص شديد لكي ينتج أبناء قدوة. الله. وتخبر أن السن اللي كنا دخلنا فيه بعد المتوسطة مرحلة بداية المراهقة أو نهاية المراهقة، فيجي بعض الأخطاء وبعض الهفوات، والموقف علينا هذا. أبو من يا أستاذ خالد؟ أبو عبد الله. أي أبو عبد الله؟ هنا. ما عندك إلا إخوانك، ما حد يسمعنا. جعلك تسمع. لا هذه للعبرة، وفعلا يشكر من يعمل المعروف في غيره، يشكر، يجب أن يشكر. فطلعنا المدير وقال أن لابد أن تحضرون أولياء أموركم، بدون حضور الولي أمر ما استقبلكم. زملائنا راحوا واخذوا كتب، وانا اهلي في الباديه، ووالدي كان حرص على اني اشتغل معه في الحلال ولا استمر في التعليم. فرجعت له، رجعت للمدير وانا مكسور الخاطر. قال ها وش عندك؟ قلت عندي، انت تقول جيب كفي ولي امرك، وانا ولي امري ابعلمك بنقاط ان شفعت لي بها ونعمت، ما شفعت لي انا. فقالوا وش عندك؟ نفس يعني هو ولا طارد مع زملاء. قلت عندي ولي امري لو يجي هنا وتعطيه ملفي شقق، وقلت تعال احفظ الحلال واحفظ، وانا عشمي فيك ان تكون انت كفيلي ولي امري. فابتسم جزاه الله خير، قال رح انا كفيلك. الله اكبر، الله يجزاه خير. فعلا حثك على العلم. نعم. والله حثني على العلم. نعم. تخرجت انا، هو كان مدير المعهد، تخرجت انا وياه وزاملته في التعليم، وصار مشرف، وجالي موقف وانا استلمت اداره مدرسه في قريه، ما شاء الله، وكان فيها انتداب في الجمارك، وكان الطاقم اللي عندي كلهم متعاقدين، ومدير التعليم كان بعد حرصا على المدارس وعدم ترك المدارس بلا رقيب، وكنت أنا المسؤول عنه، وقدمت على الجمارك في انتداب فترة في الجمارك من 5/11 إلى 5/12، وخدت استمارة وجيت المديرة، جيت المديرة التعليم، قال لي أنت مدير مدرسة، أنت مدير مدرسة، فكيف أنك تخلي المدرسة في الفترة ذي عودة معلمين ولا نقدر نخلي برنامجك هذا؟ قلت له يا أستاذ ناصر الله يجزاك خير، أنا في حاجة الانتداب وفي حاجة كذا. قال والله أنا ما ودي أخدمك وأنفعك، لكن معي. فلجأت إلى هذا المدير، كان مشرف، رحت له في مكتبه وقلت الوضع كذا كذا كذا. جاء وحضر المدير التعليم وقال مدرسة هاك الرجال أنا اللي أروح لها، وأنا اللي أقوم بأعمالها، وخليه يروح في الانتداب. فعلا هذا من الوفاء، جزاه الله خير. والله يبيض وجهه من هذا المنبر. سمع. اسمه؟ ابو سعد. نعم، المدير محمد بن عبد الله الضويان. الله يذكره عشان يعرف النداوي.